see no changes. No, I see no changes. العالم مهبول، العالم مشلول، وعلينا يكامبس. مانيش لمبع، مش باش تقولي كل شي لباس. لسيمي باش نطلع، اللي باش يطلع في الكونسير هذايا، انا بيرسونيلمون اول مره نطلع معاهم. تشيك بوينت، مو بيرسونيلمون عرفتهم ديرنيرمون، مش معناها الايامات، عرفتهم معناها في الاشهر هذوما. معناها سي تان ستيل ميوزيكال اللي اسكيل باري ضرب في برشا بلايص ودار بالكدا، فهمتني. عجب في تونس، مرحبا بهم، جات لهم معنا سير سين في تونس. و فوالا الارماده، العباد تعرف الارماده، بنزرت قلبي معبي عنده سي سي بس تتفجر. فك السيستم، فك البوليس اللي تجبر يسي ما تبرز راسي يسي من اللي تحرر. صلينا وقفتونا، سكرنا ضربتونا، سنينا فرحتونا، العقل في دونا. الجروب باليستينيان ما نعرفش كيسكي باش يجي ولا جو بونس صار مشكله في الجايين نتاع عطاهمش فيزا، فهمتي، خاطر تونس ولات بالفيزا، فهمتني. الحكايه سي سامبل، ليفينمون ايت اورغانيزي بار House der Kultur in der Welt, elle est une organisation allemande, la Maison des Cultures du Monde, même Berlin, ou le théâtre, Zeda, en Tunis. Donc l'événement, علاش تاريخ الروحي؟ خاطر استنادا الفكره نتاع التاريخ الروحي للثورات نتاع ادوارد سعيد، لانه ليفينمون هذا جاي في وسط سيري نتاع دي زيفينمون تعمل فيهم هاوس دير كولتور ان دير فيلت في برشا بلدان من العالم، باش في الاخر بكل يصير ان ايفينمون كبير فان 2013 في برلين. دونك هذا الكونسير هذا تنجم تقول هو حفله اختتام ليفينمون اللي باش تكون حفله سبيسيال برشا، فولي كيما ريتو في الافيش ادوارد سعيد هز جيتو بلاستر، فما دي رابور، فما دي ارتيست الكترو، فما معنا دونك ارمادا بيزيرتا، فما فايبا، فما تشيك بوينت 303 ولا حاجه 303 اسمهم بالعربي، دونك موسيقى الكترو حلوه ياسر وانتريسونت برشا، ودي زونريجسترومون من غزه وكل شيء، واللي هما بيدهم عاملين مورسو اون اوماج تكريما لادوارد سعيد تشيك بوينت 303. وباش يكون فما دي جي ناير باش تبدا عندنا لي دو كومبوزونت نتاع اون بيرفورمانس هيب هوب متكامله وكاسحه. حتى ما تبدل مدام السرق يعلي الدار، والدبلومي في محطه الكار يبيع في البابي والشوار. حتى ما تبدل مدام المخاخه مازالت مفارسه. فايبا مش يكون وحدي، يكون معايا كاتي، فهمتي، سور سين، ودي جي ناير باش يشد بون لي باساج، سورتو الباساج راب، باش يعمل انيماسيون تاع فون ان شاء الله. دي جي اولد سكول على الاخر، معناها كاتي، ناس الكل تعرف كاتي بون. انا واحد من الناس ان شاء الله باش يكون باساج في اكسكلوزيفيتي، فهمتي، في الكونسير باش نعرفوا حاجات جدد. حاجه قبل ما نسمي ليفينمون ادوارد شكون، خاطر اسم ليفينمون في حد ذاته باش نجبدوا ان بوبليك اللي هو جينيرالمون جون وكل شيء اللي يسمع لي زارتيست هذوما. الفكر وكتابات ادوارد سعيد، خممت باش نسميه اسم اخر، ادوارد باستردز الاسم الاخر اللي خممت فيه. علاش ادوارد باسترد؟ خاطر لي زارتيست هذوما بوتيتر فما فايبا ولا ارمادا تشيك بوينت يعرفوا ادوارد سعيد وقراوا لادوارد سعيد ومتاثرين بكتابات ادوارد سعيد وكل شيء، لكن ارمادا ولا فايبا مش بالضروره قراوا ولا يعرفوا بالكدا شكون ادوارد سعيد، لكن كان نعتبروا ادوارد سعيد اب روحي بفكره وباعماله وكل شيء، يكونوا هذم الاطفال غير الشرعيين اللي هو كلام الزايد في الراب. راهو فما راب فيه كلام زايد تحبه الا تكره، اللي يغني بالكلام الزايد يتحمل المسؤوليه نتاعو في 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 المرسوم نتاعو، فهمتني. دونك تحب تغني بالكلام الزايد تغني، ما تعديش في الميديا هذيك تحمل مسؤوليتك. العباد اللي يجيني ليا انا ماهيش جاي على الكلمه الزايده اسكي سور، معناها خاطر التكست نتاعي انا معناها حاجه ريليه ببعضها، وفما ايتود كامله. دونك فوالا سينون راب راهو ماهوش كلام زايد. راب عندنا موزيكا، عندنا فما دي جي تخدم، فما كومبوزيسيون، فما قاعده في استوديو، فما ستريس، فما خدمه، فما ديبلاسمونات، فما حكايات. دونك التيتر اللي يوصل للبوبليك ان بيتروا ولا يوصل له في دقيقه ونص، في ثلاثه دقائق لهنا سور سين ولا اربع دقائق سور سين، اعرف اللي وراها ايامات خدمه وايامات تعب وكل شيء. دونك فوالا الخدمه تقعد ديما خدمه، فهمتني. فما ايمن مغمس رابر
ليدر نتاع جروب باليستينيان يونت اللي هو جروب معناه موجودين اعضاء منه في غزه واعضاء في فلسطين. رئيس المجموعه هذيا رفضوا له الفيزا من سفاره تونس في رام الله. هذه المساله وما فيها الفيزا من في ان ارتست فلسطيني ولا مواطن فلسطيني عموما وخاصه فنان خضر فما اهميه اخرى جاي لتونس ما نجمش ياخذ فيزا. رفضوا له الفيزا سفاره تونسيه. لذا بعد كي نراو الطبقه السياسيه التونسيه وخاصه الطبقه الحاكمة وصاحبة القرار المجلس التأسيسي كلهم يدخلوا بدربوات فلسطين يوم الأرض وكلهم يمشيوا الغزة ويحبوا يمشيوا الغزة اللي ما مشاش زاد يحب يمشي الغزة. وبعد يمكن نلقاو تفاصيل إدارية وقرارات معناها في السياسة الخارجية التونسية وفي الدبلوماسية التونسية تخلي فنان من فلسطين ما ينجمش يجي الحفلة في تونس ما ياخذش فيزا لتونس. نتسألوا برشا تساؤلات. Our fellow citizens in this country are fed an atrociously biased diet of ignorance and misrepresentation by the media.